يعني أعرف كيف أن أنا أني مؤمن؟ إنما المؤمن سؤال من صعب الذين شوي. لا، القرآن مليء. أتعرف أن أنا مؤمن؟ يعني أعرف كيف أن أنا أني مؤمن؟ أعرف أن أنا مؤمن إزاي؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لشهادة مين؟ الله. بس هؤلاء هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم المؤمنون حق. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم امين يا رب. هذه علامات الإيمان يا دكتور محمد. إذا أشرق نور الإيمان على القلب سجد هذا القلب في محراب الجلال سجدة لا يقوم منها حتى يسعد صاحبه بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. الله، اللهم اكتبها لنا يا رب العالمين. اللهم اكتبها لنا.